وهكذا أعزائي المشاهدين ومن دارة العميد كارلوس إدي نقلنا لكم آخر أجواء بعض شخصيات 14 أدار حول المشاركة في الحكومة. ابقوا معنا للوقوف على كل جديد. يي ليش ما بتحكي؟ لحظة لحظة انطريني. شو بك عميد؟ يلا يلا جاي. ها جيت. ليش ما حكيتي من الأول؟ شو هيدا عميد؟ طقمي حضرته. كملي كملي شغلك انتي. إذن أعزائي المشاهدين سنعود معكم فور صدور أي مقررات جديدة. أعزائي المشاهدين حتى اللحظة لا شيء واضح بالنسبة للمجتمعين في الداخل، هل سيشاركون في الحكومة أم لا؟ نحن سنبقى في دارة العميد كارلوس إدي، ابقوا معنا للوقوف على كل جديد. يلا وقفي وقفي على الطقم وقفي. ولك ليش بدي وقف على الطقم يا عميد؟ ما انت قلتي ابقوا معنا للوقوف على كل جديد، هيدا اجدد طقم عندي. اذا مانك مرتاحة عليه امبارح اشتريت مايكروويف جديد، بدك توقفي عليه؟ بجيبه انا حافظك.